السلام عليكم وصباح الخير. منفس شوي توي قاعد من النوم برا، ماكو شمس بس عشان روحي متفخ وايد. قاعد اشوف بالانستغرام وفي ناس مشهوره ما شاء الله، انه عندها مراكز علاجات طبيعيه، يحركوا ريلك يمين يسار، انه يشيلوا لك الخشونه ويشيلوا لك الديسك، وايد امور. انزين، ابي انت تجاوب. انا اليوم بسكت. اذا انت رحت له وسوالك التمارين، انت شنو فيك؟ خشونه. والخشونه شلون يتلك؟ نقص فيتامينات ومعادن. هل التمارين اللي انت راح تسويهم عنده او الحركات المعينه او العلاجات الطبيعيه، هل راح يبون فيتامينات ومعادن حق المكان اللي تاكل؟ انت جاوب، انت جاوب، انا بسكت. الناس هذول زينين، ما اقول عنهم مو زينين، وعسى الله يرزقهم ان شاء الله، ولكن متى تروح لهم تكون انت عارف شنو مرضك ومعطيه العلاجات الفيتامينات المعادن؟ هني تروح لهم، هني يقولوا لك العضله، يسولك علاج، هني يسولك العلاج. لان في مراكز يعني ما ابي اقول اسمهم ومشهورين، ام رفيجي راحت كان عندها الديسك والتهاب. طبعا انا قايل بحلقاتي، انتو العائله الكريمه مالتي تعرفون اللي يشيل التهاب شنو؟ الكركم مع الفلفل الاسود، يعني بلا مضاد بلا هذا. فالحجيه رايحه وفيها التهاب، ما ادري كم خذ عليها، والله يمكن 300 ماي 400 دينار علاجات طبيعيه. زين الالتهاب من يشيله؟ زين معادن ما قطت فلوسه على الفاضي، ويغيره 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 ويغيره. ساعات في ناس تتعالج يكون هذا عدى الاكله ودخل فيتامينات معادن من غيره هو ما يدري، فضبطت معاه. اما تروح له لا فيتامينات ولا معادن وتعالج، والله ما تتعالج الا باذن الله سبحانه وتعالى، بس كمنطق مستحيل تتعالج. فقاعد ياخذون فلوسكم على الفاضي. انتبهوا انتبهوا، عندكم بضاري ولدكم كل شيء يقول لكم. في ناس تكون نايمة الله مرتاحة، بس تقوم حركة حركتين ثلاث لنص اليوم يشب العوار عندها. لماذا؟ أنا بفضحهم هذول ما العلاجات الطبيعية، خليك تتشافى وما تروح لهم، إلا تروح لهم طبعا أنت بتغوي جسمك. الحين عندك التهاب بسيط، حلو، جسمك مستغر وقاعد يعالجه، قاعد يطلع مضادات ويضبطه. قمت تحركت، حركت هذا الالتهاب او العضله او الوتر اللي يكون، سويت له تهيج، اشتغل عليك، التهب شويه، وتدخل سكر. السكر شو يسوي؟ يزيد التهابات، ما يقللهم. ليش؟ لان الانسولين اذا صعد يهيج الالتهابات. فعشان كذي طول ما عندك التهاب ماكو شيء اسمه سكر. اقطع السكر تقلل الالتهابات، في سكر ما تقلل التهابات، عشان لا تتعب نفسك ولا تأذي الناس. سامحيني يمه خالتي، سامحيني بضغطت شوية، ما يصير بعد انت وكلها تضغطون البنات. طح هذه ايش لابسة؟ ما انت تستحي لابسة الخلاجين. حضرتك ريلج قاعد تعورت صح؟ كم عمرك؟ طال عمرك 60 65. ريلي تعورني، مو قادر امشي، ما اقدر. قاعد تسوي رياضة؟ لا. قاعد تروحين عند ام ماجد تاكلين كيك خلية النحل مع القهوة؟ اي. شلون تبي تصير زين؟ شلون شلون شلون؟ انت قولي، لا تتحركين، بطنك معبخ الكيك خلية النحل، شاي قهوة 24 ساعة، صار لك 50 سنة مو متحركة، فشي طبيعي راح تتعورين. واخري عن ام ماجد، والله العظيم ما راح تجيب لك الا السكر. تحركي حجية، تحركي تحركي، قاعدة وطالعة مسلسلات تحشين بالعالم، قومي تحركي، روحي الممشى، الله يطول بعمرك إن شاء الله، اتفقنا؟ قلت لك ماجد واخري عنها، ما ورا. وحق الرجال الكبار، عمي سامحني، أبضغطك شوية، أبضغط لما تلبس قحفية ويطلع منها شعره. هذا ديش رومي. حجي ما يصير، 24 ساعة بطنك انتفاخات، تروح عند بصادق ماكل زبيدي، بعدها تطلع ماكل مرقوق، بعدها موش، ولما تروح الحداق تاكل كرواسون وراء عصير برتقال. جسمك شنو مسوي داخل؟ انا لو عندي بنيان راح ادق عليك، ابي خلاطه حق السميد. حجي ما يصير 24 ساعه كأنك بلبل عراقي تمر، والله زين هذا طبي، هذا 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 وصوا فيه، ما يصير كل شيء موصين فيه انت تبلع. حجي حجي نظم اكلك، تحرك، ما يصير 24 ساعه تاكل مخباتك هذا حب المصري الصغير، طب لهم السياره كلك شور. حجي نظم اكلك، واخر شيء شنو؟ تختمها بلبن. يا باب وبطنك هلك.
بالنادي اللي انا العب فيه ما شاء الله قاعد اشوف ريايل كبار بالسن شنب كات يحتدن عود وبخور وقاعد يتمرن. الوقت هذا نفسه قاعد اشوف واحد كبير ثاني قاعد بالديوانيه ولابس وزار وعلاق ويصرخ وين جرجر، واذا ما يبغى له جرجير يعصب ينفض صينيه التمر. ليش روح النادي هذاك زقرتي قاعد هاند فري ما ادري عايش يسمع اخبار ما ادري شنو بالكات صغيرون. واذا يتمرن معاي نفس تمريني شو يقول لي تكفى مو ادش معاك لا تسمح لي اشاركك. الله ولك شاركني تعال ابيك تغرق الجهاز كله دهن عود وبخور. عمي عمتي استغلوا هالوقت بليز تكفى، بدال لا تقعد في البيت وتطالع السماء والمطر ينقط على صلعتك روح نادي خذ صح نبي صحه قويه لان انتم البركه احنا نتعلم منكم يا عمي روح النادي تكفى. مو بس حتى الريايل حتى الحريم الكبار قعدت الصبح كشخت حطتها تركيه ما ايش سويت راحت الفنار قهوه تركيه ومتينه ولابسه مخصر وما ايش مسويه. ليش تروح الفنار؟ لان اللي هلا يلعبون عليها الصغار هناك كلها كبار ما ادري ايش مسويه بعمرك. يبا لبسي عليك بالعافيه وان شاء الله تصيرين انت ملكه جمال العيايز، بس ضبطي صحتك ضبطي صحتك. سكر ضغط قاعد يرتفع، واخر شيء بضاري من شنو الاملاح؟ لا انا من شنو؟ من صحن الجيمات اللي كليتي امس، من الكيكه اللي بالقهوه دبيتيها، من 24 ساعه قهوه قلبك كذي قاعد يطقطق. الله يخليك، البنات الصغار مو احسن منك ترى. روحي شوفي الاجانب، ايش كبرها عمرها 80 قاعد تركض، والله اخاف انه يمكن طير ياكلها عباله زرزور صغير من ضعفها. روحي النادي، نبي صحتك، انت البركه. الله يوفقك ويطول بعمرك. شوف الرياضة نصف العلاج. شلون؟ شفت الفيتامينات المعادن والأكسجين عشان يوصل أطرافك وتصير دورة دموية قوية بجسمك؟ من اللي يسوي شيء هذا كله؟ الرياضة. فإذا أنت ما تسوي رياضة حتى الالتهابات أو الشفاء بجسمك راح يقل حيل، لأنه ماكو ضخ دم، ماكو دينامو قوي، ماكو شيء قاعد يوصل الأكسجين أسرع، القلب مو قاعد يضخ عدل أساس يوصل دم حق باقي الأعضاء اللي مو مكتفية من الدم. فضروري يسوي رياضة. انت 24 ساعة يعني قاعد تنام لك 12 ساعة، تقعد مع ربعك 5 ساعات تزور تسوي دوام ساعة اخذ منهم، ما اقول لك شيل اثقال لا، تحرك يمين يسار روح الممشى امشي لك ساعة بس الله يعطيك العافية. سوي هذا الصغير عشان لا تحط لي عذر ما اقدر اشيل ما اقدر اتحرك. لا قاعد تروح تكرم الحمام ترد وتروح زوارات وتوجب الناس ساعة باليوم تكفى. اتفقنا؟ خلكم وما تشوفون شر، الله يطول بعمرك.